اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحياكم الله في برنامج سنابل الخير. برنامج سنابل الخير نحاول ان نزرع في كل سنبله 100 حبه من الخير والعطاء. برنامج سنابل الخير نحاول ان ننقل لكم الصوره كما هي في الواقع، لذلك نعرض لكم حالات مختلفه وباوجاع مختلفه بحاجه للدعم والمساعده. حاله اليوم مع ابو بكر يعاني من ضمور في الحبل الشوكي وبحاجه للادويه المستمره. لمعرفه تفاصيل اكثر عن الحاله خليكم معنا. الحياة لحظات مملوءة بعضها بالفرح وأغلبها مكسوة بالحزن، وهناك حزن نخجل منه وآخر يبكينا وينتهي الأمر. حكاية اليوم مع عائلة نازحة من تعز إلى أمانة العاصمة صنعاء. أعزائي المشاهدين، الإنسان دائما يبحث عن الراحة، يبحث عن السعادة، يبحث عن الصحة. نحن الآن مع عائلة أبو بكر نتعرف أكثر عن معاناته مع المرض. مساء الخير أبو بكر. مساء النور العافية. أهلا وسهلا فيك. من أي محافظة أنتم يا أبو بكر؟ نحن محافظة تعز. وين تحديدا؟ تحديدا الحجرية دبع. يا أبو بكر كم معك أبناء؟ كلمنا وين كنت ساكن؟ كلمنا على وضعك الأسري، أبنائك كم معك أبناء؟ وين ساكن كنت أساساً؟ إيش اللي خلاك تنتقل إلى أمانة العاصمة صنعاء؟ أكيد إحنا عارفين إنه المرض، لكن نشي نعرف التفاصيل الأخرى، يعني وين جالس، بإيجار مش إيجار، كل هذه التفاصيل الخاصة بالمعيشة. ساكن في تعز طبعاً، وكانت هذه ظروفي صعبة جداً، وساكن في الحجرية بتعز منطقة دبع. ساكن مع أمي وأبي طبعا. والله حالتنا المعيشية تحت الصفر ثلاثة الحالان، والحمد لله على كل حال، نحمد الله على كل ما أراد الله به. ولذلك جلست فترة وظروفي صعبة جدا طبعا، أكثر من 10 سنوات أو 11 سنة أعاني سكرة الموت في الحياة. لولا فضل الله والناس الخيرين يعني اضطرت من السفر الى صنعاء. كم معك ابناء؟ ومعي 2 بنات، واحدة عمرها 16 واحدة 12 سنة. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله الله يبارك لك فيهم يا رب. الله وياك. ايش كنت تشتغل طيب من قبل؟ كلمنا عن حياتك قبل المرض. اشتغل من قبل، كنت مرتاح والله الحمد لله. كنت اشتغل في السمك في تعز، كان معي محل واشتغل، كان حياتي المادية ميسرة جدا. ولذلك بعدين يعني قست فترة استمر يمكن 20 سنة اشتغل فيها. كنت مرتاح نفسيا، مستغني عن العالم كله الحمد لله، حالتي مستقر. ولما أصبت بالمرض خلاص بدأت أتقاعد، سقطت في تقاعدت عن كل شيء، ولذلك الحمد لله. رب البيت كان يعمل في بيع السمك وكانت حالته جيدة جدا، إلا أنه انتكس فجأة دون سبب ولم يعد قادرا على المشي أو الوقوف. أدوية وعلاجات استمرت لسنوات طويلة رغم عدم المقدرة على تشخيص حالته. طيب يا أبو بكر، كلمنا أول ما ظهر لك المرض، أنت بتقول أنك لك 14 سنة بتعاني من المرض، لكن هذه الفترة تفاقم المرض، فلذلك حابين نحن نعرف، حابين أنه مشاهدين الكرام واللي بيشوفونا طبعا من داخل اليمن وخارج اليمن، حابين أنهم يعرفوا تفاصيل حالتك المرضية من بداية ظهور المرض لديك، فكلمنا أكثر. بدأ مرضي من قبل 14 سنة، كنت أعاني منه، أشكي من آلم والتهابات في الأعصاب والمفاصل والعمود الفقري، فاستمرت على هذا الوضع أكثر من 6-7 سنوات أتعالج من قبل، ما وصلت إلى حال، والمرض ازداد كل يوم الأسوأ الأسوأ. ولي الآن أكثر من 7 سنوات، يمكن مرضي ازداد، تطور، التهابات أعصاب، الضمور في النخاع الشوكي والأطراف السفلية ما أشعر فيها. الآن حاليا في 7 سنوات ولا في هذه السنة؟ يعني في 7 سنوات بديت ما أفقد الإحساس في الأطراف السفلية، بدأ الكلام عندي يتلاثم، ثقل في الكلام، فقدان الذاكرة،
أدخل في نوبات لا ينبه إلا الله، حتى يعني كل شيء لا إرادي، حتى البول البراز لا إرادي، ما قدر أتحكم فيه. وإلى الآن وضعي تحت الصفر والله، الحمد لله على كل حال. طيب لما كان في بك التهابات من قبل، والإحساس عندك أو ممكن نقول كان في ضعف في البداية، ما كان كل هذه الأعراض مش موجودة، كان تستخدم أدوية، إيش كان يقول لك الدكاترة؟ قلت يمكن 3 سنين أو 4 سنين كذا. مش عارف إيش مرضك؟ إيش مرضي؟ لأنه كنت أول مرة الحالة دي أشعر فيها، وحتى ما فيش كانت حالات إصابة، كانت إصابتي مش أنا أعرف يعني، ما فيش، كان فقدان الذاكرة وفقدان الكلام. وجلست فترة على كذا، وبعدين كنت نفس الكلام للدكاترة، ما فيش ما فيش تشخيص، ما فيش من دكتور لدكتور من دكتور لدكتور، يعني كل ضيعت حياتي عند الدكاترة. ويمكن قد يكون هذا أعراضي من أثر العلاجات تلقى الدكاترة. وبالنهاية نزلت عزان، عملت تقارير طبية عن تشخيص وكشافات أشعات، وهناك ما استفدتش ولا حاجة كمان. وبعدين رجعت لهنا صنعاء وسويت ذي الأجهزة وصرفوا لي علاج، بس ما استفدتش حاجة. يعني أنت حاليا مستقر في أمانات العاصمة صنعاء على أساس مواصلة علاجك؟ أنا حاليا مستقر في صنعاء عشان مواصلة العلاج. الله يشفيك وعافيك وقيمك بالسلامة والعافية يا رب. في آخر 7 سنوات اكتشف إصابته بضمور في الحبل الشوكي في العمود الفقري، وفقد الإحساس تماماً بأطرافه السفلية، يتوكى على عكاز من أجل مساعدته على الحركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفينا باسمك؟ عادلة عبد القادر العزازي. قلت طبعاً صح؟ أيوة. الله يخلو لك يا رب طول العمر يا رب. آمين إن شاء الله. إيش الصعوبات اللي واجهها زوجك خلال فترة مرضه؟ والله ما أقول لك إلا خير، أقول يعني كان عندنا صعوبات يعني صعبة في البلاد. كنا ما نقدرش نتواصل مع العلاج، يعني كان السفر حقه يعني يسافر لحدان إلى تحيز كي يتعالج، والدواء يعني ما فيش فائدة منه، ما يستفيدش ولا شيء منه. يعني كان يقول مرة شطلع تحيز يعني يعمل فحوصات، يعمل جهاز رنين، جلس فترة يشرب العلاجات ما استفدش منه ولا شيء ولا حاجة. لحق 3 سنوات اللي سقط فجأة سقط، ما قدرش حد يقوم يمشي ولا قدر يتحرك. بعدين في أجا واحد يعالجه، في وضحين أن تقرحات من الوراء، في تقرحات بالخلفية حقه. من الآن لنا 3 سنوات نعالجه، ما قدرناش نعالجه، مفتوح بالجلسة، مكان الجلسة حقه مفتوح. الآن لنا والله لنا 3 سنوات نحالقه ما فيش فائدة. كل يوم يزداد التقرحات. ما فيش أي تحسن. والحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره. طيب الآن على ما تكلم مع الدكتور في صنعاء في آخر التشخيص، يعني إيش تشخص للدكتور؟ أعطاه أدوية، خليه يستمر في الأدوية، تكاليف الأدوية عالية، كلمينا أكثر. والله قال له يا دكتور أن يمكن أكون أعود عندك، ولا يمكن أكون أشتري العلاج هذا مرة ثانية. قال له لا، قال له استعمل هذا المرة الدفع العلاج، واستعمل ثاني مرة التدريب وتمارين، يمكن قال له إن شاء الله يعني يتنشط حقك الحبل الشوكي، يعني هذا الالتهابات اللي فيه والضمور قاعني، والعلاج حقه مرتفع جدا على أسعار حقه، في يعني كام 60,000 الدفعة العلاج حقه، ما قدرناش نشتري مرة ثانية، يعني ما قدرناش نشتري العلاج. تستمر الحالة سوءا، حيث يعاني من نوبات في فقدان الذاكرة تارة وعودتها تارة أخرى، كما أصيب بتلعثم في الكلام مع زيادة الآلام في ظهره. أدوية شهرية يستخدمها تجاوزت 90,000 ريال، ولم يستطع شراؤها مؤخراً. كلمنا يا أبو بكر المواقف اللي سويتها وندمت إنك سويتها.
أسوأ موقف في حياتي سويته ندمت عليه تقرحات الفخذ حقي. بداية مرضي كنت أول ما أصبت لهذه الأعصاب جابوا لي ناس من الأهل والأسرة إنسان متشعوذ، قالوا لي هذا فلان يعاني عليك أكثر من عدة حالة يعني بنفس الحالة حقك. جابوه للبيت عندي وخليني أرقد فوق سرير، عمل لي إناء ساخن تحتي بدون شعور مش عارفه بوش، خلاته ملابسي رقدته فوق السرير لأكثر من 3 ساعات أو ساعتين، ساعتين نص أو 3 ساعات. فأصابني كانش تحس كان ما في عندي إحساس، وأصبت بحريق في الأنسجة الخلفية حتى ذابت اللحمة على الأنسجة الخلفية ما شعرتش فيها. إلى الآن لي 3 سنوات يمكن وأنا أعالج الأشياء هذه، ما قدرت أعالجها. قراحات تاخذ الفخذ حقي مع كل أكل حتى للمفصل حق الرمانة ومراهم ما فيش يعني. كل ما رحت عند دكتور تصفيها فيها قراحات تصفيها 3000 4000 فقط تصفيها، والمراهم بأربعة بخمسة ألف الشاش كل يوم كل يوم كل يوم لي 3 سنوات و2 سنين و8 شهور على الأشياء هذه، ولا قدرت أعمل له أي شيء. كل يوم يتوسع توسع يعني يقولوا زاد الطين بلة. أيوة زاد الطين بلة. أيوة كل ما رحت عند دكتور يقول لي ما بديش حل ما بديش حل. لديه طفلتان إحداهما تعيش معه، بينما الكبرى تعيش عند جدتها لعدم قدرتهم على إعالة الطفلتين معا. يا للوجع. حاول الالتجاء للرياضة حسب قول الطبيب، فذهب ذات يوم فوق موتور من أجل تطبيق ما أخبره به الطبيب ليصاب بالموتور في قدمه دون أن يحس بشيء، مما زاد من متاعبه. الحمد لله على نعمة الإحساس. الآن ممكن إحنا نقول إنه بسبب يعني الوثوق بأشخاص غير متخصصين يزيد الطين بلة، فبالتالي إحنا ممكن إحنا نقدم نصيحة لكل المشاهدين واللي بيتابعونا الآن إنه هذه روح هذا جسد، لابد إنه كل واحد يحافظ على جسده قدر المستطاع، لأنه بالأول والأخير ما ينفعش إن أنا أجيب نفسي أو حياتي لإنسان أساساً مش متخصص. هذا الشيء بيزيد الطين بلة، بيأثر على بيفتح لك جبهات أخرى أنت غنى عنها يعني. فعبد أبو بكر هو واحد من هؤلاء الأشخاص اللي وثق بكثير من الناس إنه هذا بيصلح له الفقرات وبيرجع له الفقرات مكانهن، وهذا بيساعده على إنه يحس مرة أخرى. فاللي حصل حصل له أشياء كثيرة، ولحد الآن مش قادر إنه يعالج هذه الأشياء. لكن إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نسأل من الله إن السلامة والسعادة والخير والصحة دائما لك يا أبو بكر، وتكون دائما بألف خير وعافية. طيب يا أبو بكر، أنت مثل ما كلمتنا قبل شوية وكلمتنا زوجتك يعني أنك تستخدم أدوية، يعني الدكتور الأخير اللي شخص لك في أمانة العاصمة صنعاء قال لك أنك تستخدم أدوية. الأدوية كانت ب60,000، فاستخدمت المرة الأولى ب60,000، زادت يعني قلت للشهر الثاني قد ارتفع تقريبا أسعارها أصبحت ب90,000. طيب لما أصبحت ب90,000 أنت مش قادر. طيب هل الأدوية كانت تفيدك يعني لو استمريت سنة قدام تحس إنه في فائدة أو لا؟ أكيد أكيد لو كنت استمرت فيها قد أحصل فائدة منها، لكن لدفعة الوحيدة لمرة مرتين لما يكون المرض مزمن ما تستفيدش، لازم تجي مواصلة العلاج. ولذلك هي الحالة المادية اللي ما تخليش الإنسان يواصل العلاج، يعني كل ما قربت مرة مرتين توقفت عنه 3 4 أشهر وواصلت ما تستفيد منه. الإحساس الذي فقده جعل جسده يتمزق بسبب عدم إحساسه ليصاب بتقرحات لم يستطع الأطباء علاجها. زوجته هي التي تقوم بتطبيب جروحه وسط جرح مؤلم وزيادة للمعاناة في ظهره. طيب كيف تسوي المصاريف، وخاصة أنه عندك 2 بنات وين جالس بالضبط؟ تكلمنا على هذه التفاصيل. والله من صعب الخير صعب الخير يساعدك يساعدوني، يعني
واحد يجيب لي يعني أي مبلغ، واحد يجيب لي من هنا واحد يجيب من هنا، كانت تنفع تغطي مصاريفي اليومية الحمد لله. بس ما تغطيش الأدوية أبدا؟ الأدوية ما تغطيش. يعني لو في مثلا فاعل خير تكفل بعلاجك وتكفل كمان في سكنك ومأكلك ومشربك، ممكن أنك تتحسن إن شاء الله. إن شاء الله، إنه أنا ساكن عند جنب صغيري من اليوم هذا، أنا أو من أمس بنفس الشقة هذه. أنا ساكن في الشقة الفوق، يمكن اثنين متر في اثنين متر، ما اشتهرها كبير، المطبخ الحمام دخلت شقة، دخلت الغرفة. بكم مستأجرها؟ مستأجرها كنت ب 25,000. 25. كنت أول شهرين جيفيز مكان، دخلت زينة أول شهرين تحملوا هنا الحمد لله. أنا ما أعرفهمش، أنا ما أعرف دخلت صديق كم الأسرة. تعرفنا على ودخلنا هنا أول شهرين كان مجان والله، بعدين بعد خلاص كنت أدفع 25,000 25,000 جنيه، باين ارتفع زاد من 25,000 ريال. طيب إحنا إحنا شايفين إن زوجتك مساندة لك في أكثر مراحل الحياة الصعبة اللي أنت عشت فيها، كلمنا أكثر عن زوجتك ورحلة النضال اللي ناضلت معك خلال هذه الفترة. بصراحة زوجتي هي كل شيء عندي والله، يعني بفضل الله ثم بفضله الحمد لله، إنه الله سبحانه وتعالى رزقنا أجمل امرأة بالكون يعني. والله أمي أبي ما قامت معي زي ما قامت زوجتي يعني معي، وقفت معي صح في الشدة والرخاء في كل حياتي. زوجتي دعمتنا ماديا معنويا كل شيء، من أول ما تزعلنا شنوي خالص، لو زعلنا زعلنا تقدر 10 دقائق ربع ساعة يوم لو طالت بس أنا. الله يخليها لك إن شاء الله وتتحسن، ترجع حياتكم أحسن وأفضل بإذن الله. هم اليوم لا يستطيعون دفع إيجار المنزل ولا قيمة الأدوية ولا إيجاد طبيب لعلاجه. زوجته هي التي تبقت له في هذه الحياة، هي التي تسانده وتهتم به وتحافظ عليه وسط أمل بالله بشفائه وأمل بفاعلي الخير لعلاجه وتسديد ديونه وجمعه مع باقي أفراد أسرته. طيب إيش رسالتك لفاعلين الخير اللي يشوفون الآن عبر البرنامج علشان مساعدة زوجك؟ والله نسأل من الله العزيز القدير إن شاء الله يا رب أن يساعدونا، يعني لو سخرهم الله يجيبوا لنا شقة ويجيبوا لنا حق علاجات وحق مصاريفنا اليومية، يعني نشتي نطلع بنتنا الجديدة الثانية جنبنا هنا تسكن معنا إن شاء الله. إن شاء الله حقنا الحالة إن شاء الله المادية تتحسن بإذن الله تعالى، ربي يشفي لنا زوجي هذا يا رب العالمين. الله يشفي وعافي دام إنك موجودة بحياته إن شاء الله بإذن الله، ربي بيدي له الصحة والعافية. أخيرا حابين نحن نعرف رسالتك لفاعلين الخير واللي يشوفونا عبر قناة السعيدة، رجال المال والأعمال، فاعلين الخير بشكل عام. رسالتي الأخيرة لأصحاب الخير ورجال الأعمال إن شاء الله، بعد الله سبحانه وتعالى طبعا، لو قادرين نساعدنا على العلاجات لمعيشتي المادية معيشتي اليومية، أتواصل في العلاجات إن شاء الله، وأتمنى لهم من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم الله في كل أمورهم بتوصيل يعني بمواصلة العلاج، ولكي أضطر أرجع إلى ما كنت عليه من قبل وداوم على معيشتي اليومية عول أسرتي، وهذا والحمد لله إن شاء الله. لأنه كل فاعلين الخير بيسمعوك وبيتحسن حالتك الأفضل. إذن أعزائي المشاهدين اللي بيشاهدونا دائما وأبدا في برنامج سنابل الخير، هذه حالة أبو بكر الذي يعاني ويعاني الكثير من الألم والجراح، فقط يحتاج للدعم والمساعدة وأن نقف معه لتعود حياته الطبيعية مثلما كانت في السابق. فأبو بكر يعاني من ضمور في الحبل الشوكي، أفقده الحركة، أفقده الإحساس، أفقده
أشياء كثيرة كان يمارس الحياة بشكل طبيعي، لكن بإذن الله بمساعدتكم ومساعدة فاعلي الخير بعد مساعدة الله سبحانه وتعالى له سيتحسن بإذن الله. إذن يمكنكم الاتصال والتواصل عبر هذا الرقم 7798091214. هنالك رقم آخر 7159167. وسيتم أيضا مشاهدينا الكرام عرض هذه الأرقام أسفل الشاشة. نتمنى أن تتواصلوا مع حالة أبو بكر لأنه يحتاج أن تقفوا معه. إذن مشاهدينا الأعزاء ننتقل للحالة الثانية، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.